السلام عليكم طلاب. راح نكمل إن شاء الله بالجزء الثاني من محاضرة drugs used in the treatment of thyroid dysfunction. تكلمنا عن الهايبوثايرويدزم، الآن راح نتكلم عن الهايبرثايرويدزم treatment. لخصنا في آخر مقطع من الجزء الأول الدراجز اللي ممكن تستخدم according to the steps of uptake of iodine synthesis and release of the thyroid hormone. عندنا the first class اللي هي inhibitors of iodide uptake. عندنا هاي الagents perchlorate thiocyanate تستخدم هذه راح it will compete with iodide على السيمبورتر اللي هو ايودايد صوديوم ايودايد سيمبورتر اللي هو important for uptake of iodide into the thyroid gland. طبعا هاي شلون نسوي competition لانه هاي anions يعني negatively charged فراح نسوي competition ويا negatively charged iodine. طبعا هم ما تستخدم بالعلاج يعني الهايبرثايرويدزم يعني no longer is used لكن هذه تستخدم as contrast material radio opaque material تستخدم بالراديوغرافيك imaging لذلك ممكن اللي يعني اي patient سوى radiographic studies اكثر من مرة واستخدمها بدوزات متعددة ممكن شي يصير عنده hypo thyroidism فيصير عنده symptoms of hypothyroidism وراء الراديوغرافيك imaging هذا سببها. زين الكلاس الثاني من الدراجز اللي تستخدم بالتريتمنت اوف hypothyroidism هي inhibitors of organification and hormone release. اذا هاي تمنع الorganification and release اللي عندنا احنا نتكلم عن الايودايدز. الايودايدز عندنا الفيرست ايجنت هو الراديو اكتيف ايودايد اللي ممكن نستخدمه as alternative for surgery بالبيشنت اللي عنده hyperthyroidism. مثل ما عرفتوا انه الثايرويد it has the ability to concentrate يعني iodide الماكسيموم كاباسيتي 500 مرة اكثر من البلد لكن usually it's like 30 times more than blood. إذن radioactive iodine isotope وين راح يروح؟ راح يتركز بالثايرويد فراح يسوي destruction بالسيلز يقلل الماس مالت الثايرويد فيقلل كمية الثايرويد هرمون secreted فممكن يعني يستخدم بالعلاج مال hyperthyroidism. هنا الكونسرن او السؤال هل من الممكن انه هذا الراديو اكتيف ايودين ايزوتوب يسبب لي انه بريسبوز فور ثايرويد كانسر الستديز تقول انه it is unlikely to do that at therapeutic doses. زين هذا النوع احنا بعدنا بالايودايد عندنا مو راديو اكتيف اذا نعطي ان اورجانيك ايودايد طبعا المفروض اني لما اعطي ايودايد اكثر هذا ايش راح يسوي؟ راح يزيد الثايرويد هرمون يعني سينثيسيس فالمفروض يعني ما يفيدني اني بالهايبرثايرويدزم لكن شافوا انه اذا نعطي ان اورجانيك ايودايد ات هاي دوزز نعطي اكثر من 6 ملي جرام بير داي it will have a paradoxical effect يعني بالعكس يسوي لي it will inhibit the thyroid hormone synthesis and release مو فقط synthesis synthesis and release من خلال انه هي inhibit the organification and release of the thyroid hormone هذه الفينومينيشن نسميها تسمى Wolff-Chaikov effect Wolff-Chaikov effect زين هسه هنا هل نقدر نستخدم هاي الطريقة انه اعطي هاي دوز يعني ايودايد فور تريتمنت اوف هايبرثايرويدزم ات لونج تيرم بيسز؟ لا
ما نقدر نستخدمها بالحقيقة لأنه هذا الإفكت is a transient and reversible. After a few days راح يرجع الثايرويد هرمون يعني level مالته بالبلازما is the same. لذلك ما يفيدنا باللونج تيرم ثيرابي فور hyperthyroidism. وين يفيدنا؟ يفيدنا بالثايرويد ستور هتكلم عليها بعدين لما أنا أحتاج أنزل يعني أقلل الثايرويد أقلل الريليس يعني أمنع الريليس الولف تشايكوف إفكت أو هذا الهاي أيودايد اللي أطيل هاي دوز شي يسبب لي مو فقط يقلل البرودكشن لكن شي يسوي يمنع الريليس فيصير بي كأنه يعني very quick effect لأن احنا قلنا الثايرويد الثايرويد بها خاصية أنه يصير بها storage of ثايروكسين بالكولويد فيبقى أسابيع قبل ما إلى أن ينتهي الإفكت مالته لكن إذا منعت الريليس مالته أنا راح يتوقف الريليس مال هرمون فالإفكت يعني مال ثايروكسين فقط اللي موجود بالبلد بس ينتهي الهاف لايف مالته بعد يوقف الإفكت مال ثايروكسين فإذا يفيدنا بعد بالثايرويد ستورم ويفيدنا أيضا preparation for surgery يعني إنه يقلل السايز والفاسكولاريتي مالت من مع الثايرويد جلاند أيضا قبل السيرجري نستخدمها إنه يقلل الثايرويد هرمون ريليس فيصير بي كويك طبعا حتى تصير يعني السيرجري اسهل الاكسجين خاصه الفاسكولاريتي تسوي الاوبريشن ديفيكولت انذر افكت ايضا بنفيشال افكت اوف ان اورجانيك ايودايد في مثال احنا عندنا في التسعينات مدينه اوكرانيه اسم يعني بها مفاعل نووي نوكليير رياكتور تشيرنوبل مدينة صار تسرب إشعاعي وانفجار طبعا الانفجار راح يولد هواية يعني راديو أكتيف آيزوتوبس من عندها راديو أكتيف آيودين دولة بولندا المجاورة لأوكرانيا حتى تمنع أنه هذا طبعا راديو أكتيف آيودين معناها هاني راح يصير وين كونسنتريشن مالته بالثايرويد فممكن شي يسوي لي So destruction of thyroid gland be normal, خاصة بالchildren, normal people, خاصة بالchildren. فشي سبب لي سبب لي hypothyroidism. يعني راح يصير عندي mass thyroidism. يعني population. فشنو اللي سووا بولندا؟ اعطوهم high dose of iodine حتى نستفاد من the Wolff-Chaikoff effect. حتى يسوي suppression for the function of the thyroid فما يصير عندي uptake حتى احمي هذول children يعني اكواع من عندهم lot of children نحكي على مستوى يعني مجتمع كامل طوهم prophylactic doses preventive doses of high iodine حتى ما يصير عندهم hypothyroidism تمنع الابتيك مالت من مالت radioactive iodine شنو المشاكل اللي عندنا ويا الايودايد ثيرابي انه احنا ايش راح يصير عندنا طبعا راح يصير عندي انكريز ان ذا انتراجلانولار ستور اوف ايودين يعني عندي الجلاند راح يصير بيها هوايه ايودين عندنا مشكلتين راح تصير اللي اذا ناخذ انذر تريتمنت مثلا نستخدم الثايوامايد الثايوامايد ويل كومبيت وذ ذا اوكسيدايز ايودين فور ذا ثايروغلوبولين فإذا عدي هواية intracellular iodine راح يسوي delay بالonset of action of thioamide لذلك دائما ما نستخدم الايودين قبل الثيوامايد لا نطي ورا الثيوامايد إذا أريد استخدمه أيضا إذا أنا أريد استخدم radioactive iodine patient يعني as therapeutic نفس الحالة اللي حكينا عليها مال يعني تشيرنوبل ما طيعدنا راح يصير
راح يعني راح يقلل الاكشن او ال يعني الفانكشن مال الثايرويد، فما راح يصير بي يعني ما راح يصير بي ابتيك الراديو اكتيف ايودين انتو ذا ثايرويد، ويظل لانه هاي ستورز عندنا فبعد ما يحتاج بعد يدخل ايودين، فلذلك احنا ما يصير نستخدمه اذا مخططين انه نطل البيشنت راديو اكتيف. بالبريجننسي ايضا اذا نستخدم كرونيك يوز ممكن يسوي لي فيتال جويتر. So the main indications for inorganic iodine هو الثايرويد ستور، وايضا before the surgery حتى يقلل الماس and vascularity of the gland. The other class of drugs اللي هي جدا مهمة واللي هي widely used first choice drugs in the treatment of hyperthyroidism هو الثايوأمايد. اللي عندنا drugs هي الميثيمازول and propylthiouracil، الكاربيمازول أيضا اللي هو يتحول المن in vivo يعني بجسم الإنسان يتحول إلى ميثيمازول. الميكانيزم of action it will compete with the thyroglobulin for oxidized iodide اللي هو هذا يعني اللي هو هذا الرياكشن هو catalyzed by thyroid peroxidase اللي هو هذا this is important ارتباط ال oxidized iodide بمن بالthyroglobulin ليش يعني هذا الorganification فهو وايضا بنفس الوقت ايضا هو نحتاج ايضا بكابلينج ف it will prevent or decrease the organification and coupling of thyroid hormone precursors لكن so it will decrease the thyroid hormone production and synthesis only it will not block the uptake of iodide into the gland and it will not prevent the release or decrease the release of the thyroid hormone from the thyroid gland مو مثل مثل high dose iodide لا هذا راح شنو راح تمنع لي الريليس ولذلك the onset of action of thyroamide slow تحتاج تقريبا 3 to 4 weeks حتى اول مره لازم نخلص الستورز مالت التي 4 كلها يلا يبدي يشتغل حتى يبدي الايفكت مالته يقلل هو يقلل السينثيسيس فلازم يبقى الايفكت مالت الثايرويد هرمون الى ان تخلص الستورز وبعدين بعد ما يصير عند السينثيسيس يلا يشتغل. Another effect اللي عندنا قلنا احنا الميثيمازول بروبيلثايوراسيل هم اهم اثنين ايضا البروبيلثايوراسيل ايضا inhibit the peripheral conversion of T4 to T3 الميثيمازول ما عنده هذا الافكت لذلك يستخدم البروبيلثايوراسيل in the treatment of thyroid storm المهم هسه نجي choice of drug عندنا الميثيمازول is preferred over propylthiouracil ليش؟ يعني 10 times potent longer half life فأقدر أستخدمه once daily so it is the methimazole is the drug of choice in the treatment of adults and children لكن propylthiouracil وين أستخدمه first choice first trimester of pregnancy لأنه ما يعبر مثل يعني لأنه highly protein bound ف does not cross the placenta easily فلذلك نستخدمه أيضا وين نستخدمه نستخدمه بالثايرويد ستور. Side effects generally well tolerated they are widely used drugs common side effects هي الراش وارثرالجيا أشياء بسيطة
ممكن نسوي interference with vitamin K dependent coagulation factors, فممكن نسوي لي زيد bleeding tendency. توجد rare but serious complications, they are rare, كرر اللي هي agranulocytosis, hepatotoxicity and vascular. خلصنا من عندها هاي اللي هي الثايرومايد اللي هي تمنع شنو قلنا prevent synthesis only. عندنا other types of drugs اللي هي inhibitors of peripheral thyroid hormone metabolism اللي هي تمنع شنو prevent the يعني تقلل ال conversion of T4 to T3. يعني T3 هو البيولوجيكلي اكتيف thyroid hormone, فهاي الدراجز اللي هي البيتا بلوكرز. طبعا البيتا بلوكرز بالإضافة إلى أنه تقلل الـ peripheral conversion مال T4 to T3, الثايرويد هرمون دائما إيش يسوي؟ يزيد الـ responsiveness of tissue to beta adrenergic stimulation, وأيضا يسوي upregulation in beta adrenergic receptors. فالبيشن عنده thyrotoxicosis يصير عنده من sign of symptoms مالته مال increase sympathetic activity, صار tachycardia, صار sweating, tremor, ممكن يسبب لي hyper, يعني كل sympathetic arousal. فلما أطل بيتا بلوكر أنا راح أسد كل هاي, راح ما أسد البيتا receptors راح تقل عندي هاي ال effects, وهذا مهم أيضا بالثايرويد ستون. بالإضافة إلى أنه تمنع الـ peripheral conversion of T4 to T3. The other types of drugs, الـ corticosteroid أيضا it will prevent the يعني inhibit the conversion of T4 to T3 من خلال inhibition of the deiodinase enzyme. Last thing to talk about is the thyroid storm اللي هي أو thyrotoxic crisis اللي هي sudden acute exacerbation of all symptoms of thyrotoxicosis. ممكن يصير life threatening syndrome, فلذلك treatment should be يعني urgent. مش نستخدم propranolol اللي هو beta blockers حتى كل ال effect مع sympathetic arousal أنا أسيطر عليها, tachycardia, قد يكون سعدي أريثميا, كلها راح ممكن أنه إحنا نسوي لها control and rapidly. لازم هنا الشغل لازم يصير quick. بعد نستخدم saturated solution of potassium iodide in organic iodide حتى أستفيد من ال Wolf Chaikov effect حتى أقلل ال release of the thyroid هرمون وكذلك السنتز. بس اللي يهمني انه الريليس حتى اوقف الافكت مالت الثايرويد هرمون. وعدنا ايضا نستخدم بروبيل ثايوراسيل انه ايضا بي افكت بريفنت اور انهبيت ذا بيريفيرال كونفرشن اوف T4 تو T3, ايضا راح يقلل البيولوجيكلي اكتيف ثايرويد هرمون فيقلل الافكت. وايضا هيدروكورتيزون اللي هو تايب 1 كورتيكوستيرويد ايضا هو يقلل يعني بلوك ذا كونفرشن اوف T4 تو T3, ايضا يفيدنا في حالات الشوك والامرجنسي. هذا ما يخص الثايرويد هرمون. شكرا جزيلا لكم وان شاء الله موفقين.